ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة برنامج بكل جراءة. النهاردة الحد بنلتقي على خير. أسف جدا على التأخير، وأنا عارف أن أنتوا بتزعلوا مني لما بتأخر، بس والله بيبقى غصب عني. النهاردة حابب يشاركنا أو يقول رأيه أو يعبر عن حاجة عايز يتكلم عنها، أهلا بيه. اتصل على 1760 من أي محمول، أو على 0997 60 من اي تليفون ارضي، او بعت لنا رساله على 1760. اكتب اللي انت عايزه وشارك معانا. النهارده ضيف اللي هتشرف بوجوده معايا هو صاحب السعاده. اللقب ده كل السوشيال ميديا اختارته ليه، لانه اتصرف بمنطق غريب جدا جدا، وهو في الفتره دي من الزمن قرر يكون الخير شعاره. ممرض بيشتغل في مستشفى، فجأة نمنا قمنا صحينا الصبح على ملايين من الفيديوهات والمشاركات في الفيسبوك والسوشيال ميديا. هو كل اللي بيعمله هو بيشتغل شغله الحقيقي، ملاك الرحمة. فكرة ملاك الرحمة اللي بنسمعها عن الأطباء وأطقم التمريض كنا بنسمعها بس، هو لا، هو قال لنا لسه في خير، ولسه في ملائكة الرحمة موجودة. بيشرفني يكون معايا صاحب السعادة الممرض المحترم اسلام شحاتة. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورني. ربنا يخليك يا فندم. طيب تعال نحكي، احكي لمشاهدينا الحكاية، لان الناس اللي مش بتتابع السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي ما بيبقاش عارفين يعني ايه اسلام شحاتة الممرض صاحب السعادة. اسلام شحاتة. الراجل ده بيشتغل في مستشفى عادي خالص، مستشفى عادية خالص، يعني مش مستشفى 7 نجوم ولا 8 نجوم ولا بيتعاملوا بالدولار ولا اي حاجة، مستشفى عادية خالص. بيشتغل فيها ايه؟ بيشتغل فيها ممرض في قسم الحضانات. الحضانات يعني اطفال صغيرين لسه مولودة، على اطفال يعني ربنا يشفيهم يا رب، مرضى دول المفروض المعاملة كلنا شفناها، يعني كلنا عايشينها مننا، يعني في مستشفيات الحكومة، المستشفيات الصغيرة الخاصة بتلاقي معاملة انا على قد فلوسكو. يعني الراجل ده سخر من وقته ومن صحته ومن مجهوده ومن فلوسه عشان يهتم ويسعد الاطفال. تعالوا اوريكم فيديو اللي انتشر على الفيسبوك والسوشيال ميديا، عمل ملايين من المشاهدة. تعالوا اوريكم هو بيعمل ايه مع طفلة ايديها ورجليها ووشها والعملية والالم. تعالى اوريكوا هو بيتعامل مع طفلة بتتألم من ان كان حرق ولا جرح ولا خارجة من اوضة العمليات. تعالوا نشوف بيعمل مع طفلة خايفة من الوجع ومن الابر ومن البنج. تعالوا نوريكوا هما وهم خايفين او موجوعين ملاك الرحمة اسلام شحتة بيتصرف ازاي. تعالوا نشوف الفيديو ده وارجع اكمل معاه. ببساطة يعني ولا حاجة خالص، ده هي خايفة وموجوعة ومتألمة، وجو المستشفيات بيقول لا لا لا، انت في لحظة اسمها عيد ميلادك، انت في لحظة سعيدة، انت في لحظة ما تخافيش انا جنبك. بيعمل ده كله عشان في الاخر هيتسقف له، يعني هيبقى في الاخر صاحب المستشفى. ابدا. اسلام انت بتعمل كده ليه؟ ده الحاجة دي انا تعودتها من اهلي الحمد لله، ان انا احاول ان انا اساعد كل الناس سواء كبار او صغيرين او في شغلي او بره شغلي مثلا. الحاجة دي انا عملتها بناء ان هي انا لما الطفلة دي اتحجزت في مستشفى، والدتها قالت لي ان هي نفسها ترقص او بتحب ترقص او حاجة زي كده، فانا استاذنتها طبعا ان انا ممكن ارقص معاها وكده، وبالفعل وافقت. طبعا انا جيت قلت للطفلة ان احنا نرقص سوا، ضحكت جدا وفرحت. طبعا استاذنت من والدتها تاني ان انا ممكن اتصور معاها بحيث ان احنا نوثق الموقف نفسه يعني، فقالت مفيش مشكله.
فالحمد لله خلصنا طبعا في الوقت ده، كانت هي لسه مخلصه الغيار على الجرح نفسه. طبعا في الوقت ده بيبقى الطفل بيتوجع جدا. انا حاسسك متوتر، انت قاعد انا اللي المفروض ابقى متوتر من واحد عنده امان او شرف، راجل عنده ضمير، راجل عنده طاقه ايجابيه بيصدرها لينا، انا اللي المفروض ابقى قاعد مكسوف منك، فانا عايزك تتصرف براحتك، انت صاحب السعاده يعني. ربنا يخلي حضرتك يا رب. طبعا جيت كانت الطفله دي لسه طالعه من غرفه الغيار وكده، طبعا في الوقت ده بيبقى الشاش ده كله اتشال وتحط شاش جديد، بنحط ميه وبتدين، طبعا الجرح بيتالم جدا. الحمد لله غيرنا لها ولفنا لها جسمها كله طبعا زي ما حضرتك شايف كده في الفيديو. وجيت خليت واحد صاحبي ان هو يصورنا، وبدانا ان احنا نشغل اغنيه، والحمد لله اصلا طلع بالموقف ده وبالشكل الجميل اللي هو مناسبني، والحمد لله مناسب كل الناس يعني. انت عارف كل الناس بتقول عليك ايه؟ الناس كلها عماله تقول ايه الراجل الطيب اللي بيصدر الطاقه الايجابيه بالشكل ده؟ الناس كلها شايفه حاله ايه الخير ده؟ واحد تاني يفكر انا باخد كام عشان اقعد افرح دي او اسعد ده. واللي انا عرفته كمان ان ساعات بيبقى في اهالي ما عندهاش مقدره تشتري مثلا حق علبة دواء، او الفلوس ما كملتش معاهم يجيبوا حق حاجه. انت تلاقيك اللي انا عرفته يعني من زملائك انك انت ساعات بتتصدر المشهد ده وتقول لهم انا جنبكم اللي انتوا عايزينه، وتجيب للناس من مرتبك اللي يمكن مش كبير بس يعني بتساعد. طب تعال نشوف مدام جيهان. اهلا بيك يا مدام جيهان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اهلا بيكي. لو سمحت يا استاذ محمد، انا كنت مكلمك مره قبل كده يوم الاثنين بالنسبه للارض بتاعت السلام. بتاعت ايه؟ الارض اللي في مدينه السلام، انا اللي معايا عيله معاقه. انا اللي انا قلته لحضرتك تحديدا، انا اللي انا هقدر اعمله في موضوع الارض ده انا هعمله. ومحتاج اتواصل مع عضو مجلس النواب من جهه، واتواصل مع حد من وزاره التضامن الاجتماعي من جهه اخرى، والحكايه دي ما بتبقاش سهله وبسيطه، لان انت عارفه وزاره التضامن بيبقى عندهم شغل وعندهم حاجات كتير بيشتغلوا عليها لمصر كلها، وعضو مجلس النواب ما بين انه بيشرع وما بين انه بيخدم او حتى بيبقى عنده يعني شغل على الارض. فمعلش اصبري علينا كمان شويه، وانا طلبت من حضرتك تبعتي لي رقمك على صفحتي على السوشيال ميديا برنامج بكل جراءة، ابعتي لي الرقم عشان لو حد منهم حب يتواصل او يسالك او يعرف معلومه، او انا كمان اخد صور للورق ابعتها للناس. حضرتك ما عملتيش كده، فلو سمحت ابعتي لي رقمك تاني من فضلك، وربنا المستعان ربنا يقدرني ونحاول نحل المشكله دي، ويقدرك طبعا على اللي انت فيه. انا بقول لحضرتك انا كان معايا انا ما بخشش على النت، ما بعرفش. اي حد من الجيران يكتب لي رقمك، او يعني اديني. طب انا لو سبته في الكنترول طيب دلوقتي. هقول لك على حاجه ثانيه، اتصل بينا بعد 5 دقائق وفريق الاعداد هياخد منك رقمك الشخصي ونتواصل معاكي كده سهله. طيب انا بشكرك جدا جدا، وهو الاعداد هياخد منك الرقم دلوقتي ونتواصل معاكي ونحاول نعرف ممكن نقدم لك ايه يعني. خليني بس عشان اللحظه الجميله دي ما بتحصلليش كتير ان اقابل حد يصدر لنا حاجه ايجابيه في شغله يعني. ابتديت انت تساعد الناس بمرتبك الصغير اللي ما هوش ضخم يعني، وتساعد تجيب دواء لده، تجيب حاجه، بتعمل كده برضو. ايه احساسك او ايه المنطق؟ هل يا ترى فكره اهلي اللي قالوا لي، او انا اتربيت على كده، ولا انت حاسس انك اي حاجه ممكن تسعد اي حد هتعملها؟ بالظبط كده، انا شايف ان اي حد ممكن يقول لي شكرا على حاجه قدمتها له، دي بالنسبه لي حاجه كبيره يعني، ممكن افضل فاكرها طول عمري يعني. الاطفال بيحبوك قوي؟ في كل الاطفال ولا كلهم؟ الحمد لله الاطفال بيحبوني جدا يعني. هل الاطفال بيعملوا معاك ايه لما بيشوفوك بتعمل كده؟ بالنسبه لهم دي حاجه غريبه يعني. لا، اهل الاطفال انا لحد الان لسه بتابع، في ناس بتكلمني من اهل الاطفال اللي كانت محجوزه عندنا في الحضانه او في اي مستشفى ثانيه. في خال الطفل اللي انا قصت معاه ده عزمنا على عشاء في مره قبل كده. في كذا حد الحمد لله عزمنا على مشاريب، عزمنا على حاجات كتير قوي، وانا في حد جاب لي هدايا. الفكره مش في الهدايا او العزومات او الحاجات دي كلها، انا يهمني في الاول وفي الاخر ان انا بعد ما الحاله تطلع او تخف ان هو حد يفتكرني بالخير بعد كده ويدعي لي، يفضل فاكر اللي انا عملته مع الطفل او الطفله اللي معايا. لما قمت من نومك ولقيت الفيديو عمل ملايين من المشاركات، وشفت ان في صور ضخمه عماله تتشير على الفيسبوك، وفجاه بقيت صاحب السعاده والناس يعني، وده خلينا يعلمنا حاجه، انت مش لازم تبقى في منصب كبير جدا عشان في الاخر الناس تعرفك، انت ممكن من شغله صغيره انت بتشتغلها، من حاجه بسيطه بتقدمها للمجتمع، تبقى انت صاحب السعاده. الراجل بقى عمل حاجه هقول لك طبعا وكلامنا هيجيب بعضه، بس انت عملت حاجه بتقول لكل الناس
ممكن تكون صاحب السعاده، تبقى موظف في حته وتتعامل بود مع الناس اللي بتتعامل معاهم المواطنين فتبقى صاحب السعاده، مدرس يرعى ربنا في الطلبه ويساعد ده ويشرح لده ويفهم ده ويقدم حاجه لده تبقى صاحب السعاده. انت مش لازم اقك فقرروا يعملوا زيك كده. هو في الفتره اللي فاتت من بعد نزول الفيديو في المواقع الكبيره بدات اشوف الناس او الممرضين مثلا، طبعا انا ما اعرفهمش بس كنت بخش اشوف الكومنتات، مثلا الاقي مثلا واحده بتمنشن لواحده بتقول لها انا عايزك تبقى زي كده، وواحد بيقول لواحد انا عايزك تبقى زي كده، والدكاتره كذلك نفس النظام. يعني الحمد لله كذا حد بدا ان هو يحب الفكره ويحب اللي حصل طبعا بسبب السعاده اللي كان شايفها. صاحب المستشفى بتاعكم الحاج ناصر، الحاج ناصر راجل محترم قوي قوي، وعايز اقول لك هو بيساعد كمان في فكره ان ان الناس كلها، رغم ان المستشفى صغيره اسمها مستشفى الطاهر جديده في شبرا خيمه، رغم انها كده بس انتوا طول الوقت عايزين تساعدوا اللي حواليكم. الحكايه مش بس بنعمل شغلنا، لا ده احنا بنعمل شغلنا وبنطلع روح الطيبه واخلاق المصريين وجدعنه المصريين وولاء المصريين لبعض، فالحكايه مش فلوس. لا خالص، هو طبعا الطفل او الطفل او الراجل او الواحده الست طبعا بتخش المستشفى سواء كانت ولاده او سواء كان جرح او سواء كان حادثه بينسى كل حاجه وما بيفكرش الا في الجرح او المشكله اللي هو فيه. طبعا لو انا استقبلته مثلا بوش حلو بشكل كويس اكيد هو ينسى كل ده، هبدا اخفف عنه، هبدا طيب خاطره، هبدا اتكلم معاه كويس، هبدا اشوف دنيته ماشيه ازاي. لكن لو انا قابلته بشكل وحش او اي حاجه من الكلام ده طبعا اكيد الالم نفسه هيتضاعف، يعني الالم الجسماني هيتضاعف والالم النفسي هيتضاعف. فمن مهنتنا مثلا هي بالفعل اتسمت يعني ملاك الرحمه عشان خاطر حاجه زي كده، ان انا اقابل الشخص المريض نفسه بشكل كويس، اقابل الاهل بشكل كويس. طبعا اي نعم احنا بنشوف مشاكل من الاهل بس طبعا احنا بننسى كل ده لان احنا متعودين ان هو بيبقى قلقان من الموقف نفسه او قلقان من الشخص المتعور. فطبعا احنا عشان مع الخبره في المهنه بتاعتنا بنبقى عارفين المشكله دي فهي، فاحنا بنحاول نطمن على قد ما نقدر. طبعا كدكتور او كتمريض الحمد لله بنقدر نستوعب الفكره ونقدم للاهل الحل بتاعها ونقول لها ان شاء الله هتقعد يوم هتقعد يومين باذن الله ودعواتكم. انا بالفعل عن نفسي مره، وانت انا حاسك برضو مشدود وانا لا 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 انت قاعد انا هل يا ترى انت ممكن وانت بتصلي تدعو لطفل مريض مثلا بتتعامل انا معه؟ بالفعل معظم انا عن نفسي لما باجي اتكلم مع اهل بفضل اقول لهم وانتوا طالعين ادعوا ربنا ان هو يطلعه بالسلامه، وانتوا طالعين ماشيين طلعوا حاجه لله. يعني والله الله يبارك كذا 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 حاله اتكلمت معاها بنفس الموقف. الله يبارك. في زائد في حاجه ثانيه مثلا بيبقى في طفله اتحجزت اتولدت من هنا واتحجزت من هنا، طبعا الامه بتتحجز في المستشفى والطفل بيتحجز في مستشفى ثانيه، يجي الاب يحجز الطفله طبعا يجي يقول لي والنبي معلش صوروا. انا الوحيد يمكن انا الوحيد في المهنه كلها ما اعرفش هل في حد زيي، انا الوحيد ما احبش اصور الطفل. ليه؟ ان الطفل ده نفسه لسه في يعني محتاج علاج ولسه كانه لسه ما اتولدش. فطبعا لما انت تصوره اكيد هتروح البيت توري الصوره لوالدته لجدته لجده لعمامه لاصحابك لاهلك، ممكن تنزلها على السوشيال ميديا تبدا الناس تبص على الطفل يبقى الطفل لسه بيحتاج علاج، وانت في نفس الوقت نزلت صوتك او صوت الطفل ابنك او انا بحس ان انت قريب كل الناس يا زلمه. انا بالفعل يعني بحب كل انا بحس لا قريب كل الناس، يعني اللي هو لا ما تطلعوش صورته لحسن الولد دي تحس ان الولد يتنزل، خلي بالكم من الولد، ما تقلقوش انا جنبك، يعني بحس انك خالف. انا بخاف الحسد، يعني ده اولا انا بخاف الحسد. ثانيا كل طفل انا بشوفه بعتبره زي ابني. كل حاله سواء كان كبير او صغير بعتبره من اهلي، سواء اب او ام او اخ او جد او ايا كان الموجود بالظبط بعتبره من اهلي، لان احنا كلنا اخوات في الاول وفي الاخر. طبعا زائد ان انا ببقى شايف الالم اللي قدام مني او شايف المشكله اللي قدام مني، انا ممكن اتعب نفسيا اكتر من اللي متعور فعلا. يعني انا بشوف مشاكل وبشوف حوادث انا بالفعل بتعب اكتر، لان انا شايف المدى البعيد بتاع المشكله دي هتاثر عليه بعد كده، فبالتالي انا اللي بتعب اكتر نفسيا. انا يعني انا كل اللي انا بقدر اعمله بحاول اهديه واطمنه اخرجه من اللي هو فيه. طبعا يعني انا حصل حاجات معايا كتير قوي كنت بحاول اعملها واطلعها اطلع الناس منها. مثلا كان في انا كنت شغال في العاشر من رمضان في مستشفى، طبعا العاشر من رمضان كلها مدينه صناعيه، فكان في مثلا الناس بتيجي تتعور من الشركات وكده. فاول حاجه كنت عملتها كان في طبعا واحده اتعور في صباعه وكده، فطبعا الناس صحابه جايبين ده واللي هو ايه جايين بسرعه وكلام من ده. فانا اول ما شفتهم كده دخلت وقعدت على الصيد بتاع الجراحه وكده، ورحت جاي قايل لواحد معاهم اطلع معلش بسرعه على الصيدلي حتى البيتين رز بلبن وواحد بليله عشان المريض يهدى شويه. فانا بالفعل المرافق بتاع الحاله راح الصيدليه
وقال لهم انا عايز كذا كذا، عايز الاثنين الزباله من واحد بليله، فبتاع الصيدليه نفس النظام مشي معاه على نفس الطريق، قال له معلش هم لسه بيستويوا. هو عارف ان انت اللي بعت، هو عارف ان انا اللي بعت، لان انا كنت بعمل حاجات كتير قبل كده يعني. فالراجل طبعا جالي قال لي معلش هو بتاع الصيدليه قال لي هم لسه بيستويوا، قلت له خلاص مفيش مشكله احنا هنحاول نمشيها دلوقتي يعني. فريق سحل يا استاذ. طب عايز اسالك سؤال، انت بتعزف بالكمانجه كده للاطفال؟ جاي عندي فيديو كمان ليك، انت جايب عندك سلاحف؟ انا بحب السلاحف، انا مشترك في جروب اسمه رابطه محب السلاحف. انا الجروب ده انا بحبه جدا والناس كلهم بيحبوني، هو حوالي عن 60,000 عضو، 60,000 كلهم يعتبروا هم عارفيني وبيحبوني جدا وبيكلموني خالص. 60,000 بيشوفونا دلوقتي، و 60,000 انا لسه يعني هم متابعين من الاسبوع اللي فات، ان حضرتك بعد ما كلمتني انا نزلت منشور هناك ان هنزل يعني هتواجد معاك في اليوم ده، وبالفعل هم دلوقتي بيتفرجوا علينا، والنهارده نزلوا التجددات بتاعتهم، انا بشكرهم جدا وبشكر كل الجماعه. انا كمان بقول لكم منورين، وخلاص انا هحب السلاحف وانضم لكم. كمان بشكر جماعة ادمن رابطه محب السلاحف، سواء البرمائي او الصحراوي. الناس دي انا بحبهم جدا، هم بيحبوني طبعا. تعال نشوف طيب السلاحف والفيديو بتاعك، خليكم تشوفوا اسلام بيعمل ايه بالسلاحف عشان يفرح الولاد برضو، بيقعد يعمل لهم ايه بالسلاحف، خليكم معايا. والله السلاحف حاجه لطيفه جدا، بس في عامل مشترك، انت بتستخدم اغاني مش حلوه يا اسلام في الله. والله الفكره مش في اللي يعني عايزين تعمل حاجه عظيمه جدا. انا بالفعل والله انا ما بحبش الاغاني الشعب اللي بتنزل دلوقتي ولا المهرجان. لا لا مش شعب حلوه، بس انا بالفعل انا بحب اغاني هاديه خالص جدا، حتى كل اصحابي بيعرفوا انا بحب اسمع ايه، حتى في الحضانه نفس النظام بيعرفوا انا بسمع ايه، وكل الناس بتحب تقول لي الاغاني بتاعتك دي حلوه. بس الفكره نفسها ان انا وقت ما اكون عايز اعمل حاجه ما بكونش انا ما بجهزش حاجه، يعني فيديو البنت اللي انا غصت معاها انا ما كنتش مجهزه، ده هو الفكره جت دلوقتي، فيلا نعمل دلوقتي. نفس النظام السلاحف دلوقتي، انا يلا دلوقتي نفذت دلوقتي شغلت اغنيه. لكن انا يعني انا ما بعرفش اكون مرتب حاجه. انت بتعمل حاجه من ضمن حاجات الاسلام برضو غريبه بيعملها، وهو بيتكلم معايا مطلع ادويه كتير كده، اقراص اقراص اقراص، شنط يعني كيس كده معاه كله اقراص. يا اسلام الحاجات دي بتعمل بيها ايه؟ قال لي انا ببقى راكب المواصلات، ممكن حد ومن المواصلات من الناس اللي ما اعرفهاش راكبين معايا يجي لهم دوخه، او الناس اللي بيجي لهم رهبه العربيات فبيحصل لهم فوميت كده، بيروح عندهم احساس يعني بالتعب، فبيديهم قرص يهدي ده. حد عنده صداع فيبقى جاهز ان لو حد طلب منه ده يديله القرص. حد بطنه وجعته وهو في الطريق فيروح مديله مطهر معوي. انا بقول له انت ليه بتعمل كده؟ كان رده يعني صادم شويه، انت ليه بتعمل كده؟ انا بحب بالفعل بحب كده، وزي ما قلت لحضرتك في الاول ان انا بحب ان الشخص اللي قدام مني يشكرني، اكيد بعد عمر طويل ممكن يقابلني او يشوفني هيشكرني. بالفعل حصل كده النهارده على جروب تجربه، الفيديو بتاعي كان نزل، فانا طبعا من ضمن التعليقات انا نزلت كومنت شكرا جدا، فلقيت واحده اسمها استاذه داليا دي، انا كنت شغال في نادي رواد في العاشر من رمضان، كنت بقيس لها الضغط، بالفعل كانت بتيجي تقيس الضغط كل يوم او كل يوم. طب استاذ نشوف باسم يسلم علينا. الو استاذ باسم اتفضل. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. حد مسا على الاستاذ اسلام شحته الممرض المحترم. بيسلم عليك. استاذ باسم ربنا يخليك يا حبيبي. انا ممرض مع اسلام، اشتغلت معاك اكتر من سنه، من الناس المحترمه جدا اللي انا قابلتها في حياتي اشتغلت معاها. طيب وبيحب اصحابه وبيحب زمايله ومش بيأسفن وما بيعملش اي حاجه من الحاجات اللي بتشوفها. قمه الاحترام وقمه الادب. اقول لك على حاجه، انت كمان محترم انك تتصل بيه عشان تقول له كلمه زي دي وتقول له هو يعرف معزته عندي قد ايه. انا بحبك والله يا باسم، بحبك قدام العالم كله. ايه الكسوف ده؟ والله بيتكسف بس يعني ما شاء الله. طب باسم تقول له ايه على باسم؟ انا عايز اقول له انا على الهواء معلش الف مبروك يا باسم على خطوبتك، ويا رب اقبل فرح ان شاء الله زي ما قلت لك قبل كده، يا رب تكون يعني اسعد جزء ليك باذن الله، وتكون مطيع عليك وبتحبك جدا وتحافظ عليك، ربنا يبارك فيك يا رب ويوفقك في حياتك، والف مليون مبروك. وانت من احسن الناس والله، انا اشتغلت معاها وخليها شرف انها اشتغلت. ربنا يخليك يا باسم. بشكرك جدا يا استاذ باسم، بشكرك. انت بتتكسف قوي يا اسلام. انا متعود على كده يعني انا غصب عني والله، حتى انا في البيت او في الشارع او مع الناس انا بالفعل بقى. انت كده هتتحسد ويحسدوا المدام ويقول لك بص قد ايه راجل خجول. انت في البيت خجول كده يا اسلام؟ انا
مع كل الناس يعني، في البيت مع اهلي مع اصحابي في الشارع في مطعم في اي مكان. حتى يعني ما بتزعقش للمدام كده وتروح ماسك لك كوبايه؟ لا خالص والله، انا حتى لما حد بيسلم عليا انا ببص على يعني ببص في الارض يعني. لا خلينا جزئيه البيت بس، انت في البيت مش من الرجاله اللي ممكن صوتها يبقى في الشارع خالص 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 يعني. انا حتى اهلي في البيت عمرهم ما حسوا ان انا يعني، ممكن كنت الاول مثلا ببقى طبعا في سن المراهقه طبعا بيبقى الواحد شديد شويه، تغيرات مثلا من ثانويه من ثانويه لكليه او في دورات السنين مثلا، أو كنت ممكن اكون بعمل مشاكل مع اهلي، مش المشاكل هذه بس طبعا كنت انا بخرج طبعا بيت، ان انا بيتي ملتزم يعني، والدي ووالدتي علموني على الالتزام جدا. فطبعا فكره ان انا ما اسهرش بره ما ينفعش ان انا اتواجد مع ناس وحشين، ما ينفعش ان انا افضل قاعد على القهوه وحد يشوفني عشان شكلي وشكل والدي. وانت فعلا يا اسلام لما كبرت دلوقتي لقيت ان هم معاهم حق يعني، انت هتعلم ولادك كده؟ انا عمري في حياتي ما شفت قرار لوالدي او لوالدتي اخذوهم كان غلط، كل قراراتهم كانت صح بالفعل، وانا بشكرهم جدا جدا على الهوا دلوقتي، وبقول لهم ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا، وانا بحبكم والله وبحب اخواتي كلهم، سواء الدكتور احمد او الدكتور محمد او المهندسه ايمان او اختي بان الصغيره، كلهم دايما بيقفوا جنبي مني وكلهم بيحبوني جدا وانا بحبهم جدا والله. طيب تعالى ربنا يبارك فيهم، تعالى ناخد محمد. الو يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. بنشكرك جدا على البرنامج والله الجميل اللي انت عامله ده. الشكر كل الشكر لحضرتك والله، تسلم. وبشكر برضو اسلام اللي من الناس المحترمين جدا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. اللي زرع فينا البسمه والله والامل في ان التمريض لسه كويس يعني. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا اسلام دايما. ربنا يخلي حضرتك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب، ودايما الخير موجود بينا والله، بس احنا اللي بنحاول ما نبينوش، لا احنا بنبينه. وبرنامجي انا مبسوط ان اسلام معايا، اضاف لي النهارده وعلمني حاجه والله، انا اللي مبسوط بوجوده معايا. اسلام الناس المحترمين، بس انا في موضوع كده يعني بالنسبه للحيوانات، هو بيحب الحيوانات قوي. وله قصه شهيره كده مع قطه اسمها ميشو. ليه علاقه القصه مع القطه؟ اللي عايز مشكله بالقطه دي. ايه بقى اللي احكي لي كده مشكله ايه القطه دي؟ لا هو احكيها يعني. لا احكيها انت بقى، احكيها لي انت بقى، انا عايز اسمع منك. ايه؟ عمل لها ايه؟ قعد يرقص مع القطه برضه؟ لا بيحكيها قطه. طيب خلاص انا بشكرك جدا، احكي لي بقى، بشكرك جدا على اتصالك، قول لي ايه موضوع القطه ده؟ هو القطه دي انا دايما بخاف من الجن يعني، الحاجات دي كلها بخاف منها. فانا كنت شغال في مستشفى في العاشر من رمضان، كان ده محمد بهاء ربنا يخليه يا رب، وشكرا جدا على المكالمه دي. كنت انا برجع من الشغل مثلا حوالي على الساعه 1 بالليل كده، بجيب العشاء وارجع مثلا، فالهم ايه لقيت كلهم واقفين بره، واللي هو ايه قالوا لي ده محمود نجيب تعبان جوه فما تخشش. فقلت لهم يا جماعه ايه؟ قالوا لي مش عارف كذا. فانا قلت عليها يا جماعه نخش نتوضى ونصلي كده ونخليه يصلي معانا وان شاء الله يهدى معانا. طبعا دخلت لمحمود نجيب ده، لقيت محمود نجيب نايم واللي هو مبرق مش 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 مستوعب اي حاجه قدام منه. فانا قعدت اتكلم معاه فلقيته بزوم كده، فانا خفت جدا طبعا. فانا قلت بقى ايه اكيد الشقه يعني الشقه مش بنقعد فيها كتير، فطبعا قلت انا الشقه دي اتسكنت خلاص. فانا بدات اشغل كروان، فطبعا محمود كان في الاوضه هنا، انا دخلت الاوضه الثانيه لسه بفتح، قبل ما افتح النور طبعا عشان البيبه الضي بتاع الاوضه دي الموصله دي، فانا ببص لقيت على السرير اللي انا بنام عليه حاجه كبيره كده قدام مني. فانا يعني قلبي اتلعب كده وخفت، ف رحت جاي انه لقيت القطه. طبعا انا سبت القطه وسبت محمود وسبت الشقه وطلعت اصوت، طبعا الكلام ده كان الساعه 1:30 تقريبا. المجره كلها والمنطقه كلها دي صحيت وفضلوا يضحكوا عليا، وانا يعني بقيت اخاف جدا طبعا، ما قدرتش اخش، وبقيت في شقه في المستشفى ما قدرتش ابات في الشقه يعني. انا حبيت اكون في وسط البنج وانام في وسط البنج والناس العيانين، بس خفت اروح الشقه تاني بسبب ان يكون المشكله دي حقيقي. بس الحمد لله تاني يوم الف طفل والله، تاني يوم الحمد لله فهموني الموقف، بس ما بقتش انام في الاوضه، بقيت انام مع محمود بعد ما فهموني، بقيت انام مع محمود. ربنا يسعدك ويسعد قلبك. اتكلم جد بقى، الرسالة دي رسالة لكل الناس، أولا للسيدة وزيرة الصحة والمسؤولين عن المستشفيات في مصر. الحكاية مش محتاجة إمكانيات، الحكاية لا محتاجة جهاز ولا محتاجة فلوس ولا محتاجة حاجة بره الصندوق، هي محتاجة حاجة جوانا. هو كل اللي عمله إنه فكر ان في حاجة اسمها رسالة وضمير واجر عند الله. فكر بمنطق، فاقد الشيء يعطيه، ممكن يكون هو محروم من فكرة حد يحتويه، حد يبسطه، حد يسعده، حد ممكن يكون ده،
ممكن يكون اثناء احتكاكه بكل المصالح اللي احتك بيها من مصالح حكوميه، من معامله، من مدرسه، من جامعه، من اي حاجه. ورغم ذلك ما قالش انا اعمل ليه، ما انا في يوم من الايام لما رحت المستشفى اتعاملت وحش، ولا اعمل ليه، ما انا في يوم من الايام لما رحت اطلع ورقه ولا اعمل مستخرج عاملوني وحش، فانا هعملهم على قد فلوسهم، من باب فكره توريث الافكار السيئه. قال لك لا، انا فاقد فكره الطاقه الايجابيه اللي باخدها هصدرها انا، وكل ما هصدرها هتبسط اكتر، فساعد اطفال واشوف ضحك الطفل تعبان يا عيني والالم واكله فاساعده. اب معهوش فلوس يجيب دواء لابنه اساعده، واشوف البسمه دي والبسمه دي تتنقل عندي اخد عليها اجر، اتبسط، ارحم فارحم، اقدم فاخد. ربنا يبارك لي في ابني وفي مراتي وفي ولادي وفي ابويا وامي لاني قدمت. هو فكر بالمنطق ده. بقول لكل الناس بما فيهم الناس المديرين واصحاب المستشفيات، طلعوا نموذج واحد زي اسلام، ساعدوه لو حتى ما كانش موجود، اصنعوه فكرة ان حد يقدم. انا بشوف ان اسلام النهاردة اعتقد صنع قدم فكرة ان واحد يقلده، واحد يقول انا عايز ابقى زي اسلام، واحد يتقال عليه لقب صاحب السعادة. الراجل ده ما خدش فلوس على الجملة دي، بس خد احترام المجتمع ليه، خد احساسه، وانا بشكره على الهوا وبقول لك الف شكر لانك مسحت وجع ودمع الطفل اتألم. قلت للناس الفقراء انتوا مش فقراء، انتوا اغنياء، والسبب انا معاكم، ده انا بخدمكم وبفرح ولادكم. هو شايف ان خدمته للناس اكبر شرف. مستنين ايه؟ كل واحد في مكانه ممكن يبقى صاحب السعاده. سعادتك اللي بتطلعي مستخرج، اجري هات لي دمغه من عند مدام ميرفت، لو قلتها لي بطريقه ثانيه روح هات دمغه من عند مدام ميرفت وتعالى لي باذن الله اعمل لك الطلب، وده انا بقوله في حلقات كتير. الحكايه مش محتاجه، بس انا كنت بقوله ما عنديش مسج، يعني ما عنديش مثال اقول لكم بصوا زي فلان، لا انا معايا اهو. واحد تاني يقول لك على ايه؟ على قد فلوسكم، انا مش هشتغل، انا ايه اللي يخليني اتعب؟ انا ايه اللي يخليني اشقى؟ انا ايه اللي يخليني اقعد ادادي طفله؟ ليه؟ عشان دي رساله. انا ملاك الرحمه، انا صاحب السعاده جوه نفسي، مش مهم السوشيال ميديا يعرف ولا لا، مش مهم محمد سامي يطلعني معاه ولا لا، ايه يعني مش عايز اطلع؟ محمد سامي لما طلعني معاه النهارده انا ما بقتش صاحب المستشفى، بس بقيت صاحب وجهه نظر محترم. بطلب من الدوله تكريم ناس زي دي. واحد ده يتقال له شكرا، ده يتعمل له تكريم، شهاده. انا لو عندي ده هديله الشهاده من هنا اقول له بشكرك لانك سعدت وفرحت ناس. الفكره دي لو اتطبقت في مستشفى، اصغر مستشفى حكومه في اي حته في مصر، هتتحول لذهب، يتكتب اسمائكم بحروف من النور. المستشفى دي ما صرفتش، المستشفى ما صرفتش حقيقي اطلاقا خالص. ما صرفتش. انا عن نفسي مش مستني المستشفى تصرف، سواء ان هي تصرف او مش هتصرف، انا مش انت بتعمل كده وخلاص، انا مش مستني. طب تعالى تعالى نشوف دكتوره شيماء. اهلا بيك يا دكتوره. ليه يا دكتوره كده؟ كنت عايز اسمع رايك. للاسف الخط قطع، ارجعي لنا تاني. اسلام، ما تيجي نعمل مبادره كن صاحب السعاده. انا بتمنى كل الناس اللي شافت في الفيديو واللي متابعانا دلوقتي على الحلقه ان هي يعني مش تاخدني مثلا ليها، انا اقل من اي حاجه في الدنيا واقل شخص في الدنيا ممكن اشوف نفسي بيها. بتمنى ان كل واحد في ايده حاجه ممكن يعملها ما يتاخرش ثانيه. طبعا انا مش محتاج شكر، انا طبعا الحمد لله جزاتها عند ربنا كبيره قوي، زائد ان انا الشكر الناس طبعا دي حاجه جدا حلوه انا بحبها، وبحب كل الناس تشكرني على كل حاجه انا بعملها. ما بحبش فلوس، ما بحبش اي حاجه، اهم حاجه عندي ان انا ابقى ماشي في الشارع مثلا ده يقول لي انت كذا، ده يقول لي انت كذا. بالفعل انا النهارده الصبح كنت رايح اصلي الظهر ولقيت واحد في وسط الشارع، بس بينا وبين بعض حوالي على 200 متر، لقيته واقف عند الاثنين صاحب السعاده. طبعا انا اتكسفت والله، بس سلمت عليه ومشيت على طول، رحت صليت الظهر وروحت. انا بتمنى من كل الشباب سواء في المهنه بتاعتي او غير المهنه بتاعتي، في اي حاجه تانية ممكن كل الناس تعمل زي كده، اسعد كل اللي حوالين منك، هتلاقي حاجات كتير قوي ممكن تفرحك، هتلاقي شكر الناس طبعا ممكن توصل للمكان انا وصلت له حاليا. انا فرحان جدا ان انا وصلت مع حضرتك استاذ محمد، يعني انا ما كنتش اتخيل او احلم في حياتي ان انا اطلع على التلفزيون او ان انا اكون بالشكل ده، يعني دي حاجات مقدمات ممكن واحد يفرح بيها او يتمنى ان هو يكون مكاني دلوقتي. فانا بطلب من كل الشباب ومن كل الناس اللي في المصالح او في المستشفيات او في اي وظيفه مثلا، ان هو يبدا ان هو يكون كويس مع نفسه وبعد كده يكون كويس مع الاخرين، لان هو اكيد هيقع في نفس المشكله، هيقع في
بنته وابنه واهله هيقعوا في نفس المشكله. يعني انا مثلا بالفعل كنت مروح اول امبارح، فكنت راكب عربيه والعربيه كانت تمشي بسيط، يعني العربيه كان فيها عطل، فانا يعني انا قلت للسواق بطريقه كويسه، هو انت لسه ماشي؟ كنت عارف ان العربيه فيها عطل قبل ما تطلع. قال لي مش انت ماشي كويس والعربيه ماشيه كويس، ما تخافش هوصلك في 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 ميعادك. يعني استنى ما ناخد الدكتوره شيماء ونرجع نكمل. دكتوره شيماء اهلا بيكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الو اتفضلي يا فندم، انا سامع حضرتك اتفضلي. انا كنت بس يعني انا هو عارف انا ضابط عمر من الرابطه بتاعت محب الزواحف. اهلا بحضرتك. بجد يعني اهلا بحضرتك، عايزه يعني اشكر اسلام جامد جدا جدا جدا. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. قدمي فيها دكتوره شيماء او معلوماتك، قولي لي اسلام معلوماتك عنه ايه، او انت بتشكريه عشان عمل كذا وكذا، عمل ايه؟ لا بصراحه هو غير فكرنا جامد عن الممرضات بشكل يعني الممرضين والممرضات بيعاملوا احيانا المرضى بطريقه وحشه. الخط والله ما تقطعش من عندنا، واضح انها شبكه يعني. بس انا بشكرك على اتصالك، و فهمت ان اتصالك ان وارد او مش وارد، بنقابل وبنشوف ساعات بعض اطقم التمريض بيتعاملوا بطريقه سيئه، ده لان يمكن ما عندوش ثبات انفعالي، ده لان عنده ضغوط كتير ما قدرش يسيطر. ما اسلام ده بني ادم في الاخر، عنده ابنه ربنا يديله الصحه والعافيه، اكيد ممكن يكون تعبان في وقت ما، المدام مضايقاه في وقت ما، الوالد او الوالده تعبانين او بيمروا باي حاجه مضايقاهم، فده ينعكس عليه نفسيا. هو بيقدر يفصل، انا رايح شغلي، الناس اللي في شغلي مالهاش ذنب. انا لما اتضايق في البيت عشان مزنوق عشان نفسي اجيب انتريه او اقدم على تلفزيون كده بالقسط ومش عارف اجيبه، ففي حاله نفسيه سيئه، هو بيفصل. هو مش طبعا كل حاجه هتيجي بامر الله. مشكلتي هتتحل بامر الله، الناس مالهاش ذنب. امشي افسد ده واضحك مع ده واساعد ده وارد على ده باحترام. ضحكته اللي هي كلها وشه مشوش جدا، انا لو انا تخيلت نفسي بتعامل معاه وقال لي ما تقلقش بالابتسامه العظيمه بتاعته دي، والله العظيم لو انا عيني اخف. اصرفوا من صحتكم، ده الضحكه مش هتنقص عمرك يوم، بالعكس الضحكه ووشك يبقى مشوش في وش البشر دي طاقه هيجي لك عليها رزق. في علماء النفس بيقولوا كده، في مثل بحب اقوله او يعني الحمد لله لسه جايبه من شويه، او بائع الورد يستحق ورده. فاللي هو يعني اسمع ورده دي تاني. لا بلاش عشان انا عندي لغه في حرف الريح طبعا. لا مفيش، في ناس كتير بتحب تسمع حرف الريح، فانا بائع الورد يستحق ورده. صحيح. فاللي هو يعني انت محتاج حاجه لازم تعمل قصادها حاجه، انت بتقدم خدمه مثلا لازم تقدم حاجه تكون حلوه للمهنه دي. انا بقدم مهنة التمريض الحمد لله، الحمد لله طول عمري وانا بقدم مهنة كويسة وما بزعلش حد مني، دايما بقابل كل الناس بوش كويس سواء في المهنة او في المستشفى او بره المستشفى، سواء بقابل الناس صحابي او الحاجات دي كلها، انا الحمد لله بقابل الضحكة كلها كويس. احب اشكر الدكتورة. لا لا طبعا اتصالات تانية كمان بشكر الدكتورة طبعا شيماء. معلش نقطة بسيطة، ابنها اسمه عمر مش بيقول لي يا عمو اسلام، يعني هو بيقول لي عمو اسلام بالفعل، هو عنده 14 سنه ما شاء الله بيقول لي عمو اسلام على طول وانا بحبه جدا. معايا استاذ، استاذ محمود نجيب اتفضل اهلا بيك. انا بتشرف ان بعمل مداخله مع استاذ اسلام، واشتغلت معاه فتره برضه قبل كده، راجل محترم جدا بصراحه يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمود، يا رب كل الله يخليك، ربنا يبارك فيك. وشك اصلا بيبي فيس اصلا كده، بتعرف تتعامل مع الناس اصلا وتدخل عليهم روح بهجه كده. صحيح صحيح. انت بتشتغل معاه في المستشفى؟ كنت بتشتغل معاه في المستشفى؟ اشتغلت معاه فتره يا فندم كتير، وحصل ما بيننا وما بين بعض حكايات كتير، وكنا بنشوف اصلا بيتعامل مع الحالات ازاي وكده يعني. طب انت بتقدر تضحك بالنسبه لاي حد موجود، اي ما يتذكر اسمك في اي حاجه لازم يضحك. فاكر رضا جبل يا اسلام؟ فاكر رضا جبل لما انطفى. انا ويش ويسلم عليك برضه. سلم لي عليه، سلم لي على كل الناس اللي عندك. انا بشكرك جدا على اتصالك، خليني اقول كان نفسي ابقى معاك كتير وقت اكبر من كده. ربنا يخلي حضرتك يا رب. انت صاحب السعاده، خليك صاحب السعاده باذن الله. طبعا مستمر وعلمنا، وقول لزمايلك واللي ولاد حتتك، جمع الشباب اللي تقدر عليهم وتقول لهم يعني ايه ولاد بلدك ولاد شرعك، يعني ايه واحد محتاج. تعلمنا العفو والتسامح. انا بقول لك انت علمتني النهارده ان انا طول الوقت لازم اكون مبتسم، طول الوقت لازم اقدم على قد ما اقدر، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت بتعمل على قد حدودك بس ناجح الحمد لله، قادر تقدم الحمد لله.
الحمد لله. اسمح لي اقول لك الف شكر. ربنا يبارك حضرتك وان شاء الله شكرا جدا لحضرتك. الله يهين. انا بس بتمنى كان عندي كلمتين بس محتاج اقولهم قبل ما اخرج. طبعا انا شغلي اصلا خاص، بتمنى من وزاره الصحه ومن الدكتوره كوثر طبعا ان هي تبص للتمويل الخاص. يعني في نماذج كويسه جدا، انا مش هقول ان انا نموذج كويس بس بالفعل في نماذج كويسه جدا ممكن يشوفوها. انا محتاج اشتغل في مكان كويس، مكان كبير عن كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه بحب اشكر كل اصحابي اللي وقفوا جنبي مني، اصحابي كلهم اصلا طلبوا ان انا اقول اسمهم واقول ان انا بحبهم جدا. انا فعلا بحبكم جدا، طبعا مش عارف اذكر اسماء بس بالفعل كل واحد طلب ان انا اقول اسمه وانا بحبه جدا جدا. وبشكر اهلي واخواتي وكل الناس اللي وقفوا جنبي مني، وبشكر اخيرا طبعا جروب السلاحف، كل الناس دي بحبها جدا، والادمنز طبعا كلهم بحبهم جدا، ودايما في تقدم ان شاء الله. وبتمنى كل الناس تلبس سلاحف، وبتمنى كل الناس تخش الجروب ده، لان كل اللي موجود فيه بيحبوا بعض وكلنا اهل مع بعضينا. وبشكر حضرتك جدا طبعا يا استاذ محمد، ربنا يخلي حضرتك. بشكرك جدا يا اسلام، وعايز اقول لكم انا دخت على ما جبت اصلا رقم اسلام، ودخت على ما تواصلت معاه. الحكايه مش سهله، ده ما كانش بيدور على الشهره، لان كان على الاقل حط رقم تليفونه ولا اسمه او طريقه تواصل. انا لفيت لفه كبيره كده لغايه ما وصلت للمستشفى اللي بيشتغل فيها، وكلمت صاحبها وصاحبها اللي جاب لي تليفونه، فانا بشكره من خلال اللقاء ده. وعايز اقول لكل واحد احنا عاملين النهارده، او اللقاء اللي انا عامله النهارده هو لقاء نتعلم منه ونستفيد منه. مش محتاجين فلوس، ومش محتاجين امكانيات، ومش محتاجين اي ادوات. انت محتاج بس طلع الخير اللي جواك في شغلك، في طريقه تعاملك مع الناس، في فكره التسامح والعطف والحب والاخلاص في العمل، فكره انك انت ممكن تبقى سعيد لمجرد ان قدمت لواحد خدمه. مش لازم تشوف الشكر بكلمه او بهديه، هتشوف الشكر في حياتك. قدم رزقك يزيد ويكبر ونكبر مع بعض. نخاف على بلدنا ونخاف على اهل بلدنا ونخاف على اللي مننا، فربنا يبارك لنا. بشكرك جدا يا اسلام، استنوني بشكرك جدا، استنوني بعد الفاصل نكمل حلقتنا النهارده. اوعى تروحوا في اي حته، فاصل ونرجع.